السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الحمد لله تم بناء أبليكيشن مكون من 8 داتا سيت من أربع ألغوريتم ماشين ليرنينج. طبعا مثل ما قال تاخذون عندنا أول داتا سيت مكون من 1797 انستنس و64 فيتشر. طبعا النمبر أوف كلاس عندنا 10 من 0 لل9 واحد اثنين تسعة. احنا هنا مثل ما قاعد يشوف راح بالتقسيم عندنا هنا راح يصير تقسيم بالريد تايم مع اختيار الباراميتر بالريد تايم. مثل ما قاعد تلاحظون عندنا 98% النمبر الاكيورسي والبريسيشن عندنا 98 والريكال والاف ميجر والبالانس. طبعا هنا راح نيجي نجرب الموديل. اخذنا السامبل 6 سامبل 6 سامبلات اخذنا، وهنا اخذنا البريدكشن اللي طلع الموديل 206، يعني ما نشوف جدا دقيق. طبعا هاي اول خوارزميه. خوارزميه ثانيه راح نشوف هي الكي نيرست نيبر اللي راح نجرب انذر داتا سيت. خلينا نجرب الايرس هذه، خلي 85% تريننج و30% 20% تيستنج. مثل ما قاعد اشوف 120 ب 30 السامبل اوف فيربل والسامبل للواي. طلعتنا هنا 96 accuracy بالبريسيشن 94 والريكال 96 والاف ميجر 95 والبالانس 96. ومثل ما قاعد نلاحظ يعني ما عندنا نسبة غلط. الثالثة خلنا ناخذ البريست كانسر مع انذر الجوريثم. خلنا ناخذ ديسيشن تري مثل ما قاعد نلاحظ. خلنا ناخذ نغير النسب. طبعا خلنا ناخذ 70%، اخذنا 70%. طبعا طلع عندنا 80%. هسه نريد نجي نحسن على. طبعا نشوف هنا التستنج طلع هنا نسبة غلط. هسه نريد نجي نحسن عليها عن طريق الباراميتر بالريد تايم. طبعا تحسنت عندنا هنا صارت 96%. طبعا تقدرون الصراحة اربط ال 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 انزل اللينك جوا الوصف ان شاء الله. طبعا المصادر اللي اعتمدنا عليها الكي الاسكيت ليرن والحركة والستريم ليت. طبعا ان شاء الله كلها راح يكون مطبقات بالوصف ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق.